Two rings of radius 4 cm each are 50 cm apart and concentric with a common horizontal axis. The ring on the left carries a uniform distributed charge of 3 nanocoulomb. The ring on the right carries a uniform distributed charge of minus 6 nanocoulomb. Point A is on the axis halfway between the two rings, يعني 25 سنتي و 25 سنتي، يعني 0.25 متر إني قسمت على 100. بيقول find E left اللي هو الإلكتريك فيلد فيكتور created by the left ring، ومرة E right the electric field vector created by the right ring at point A، وبعدين الـ E net اللي هو مجموع الاتنين the net electric field vector created by the two rings. آخر حاجة if the charge 2 نانو كولوم is placed at point A. Find the net electric force vector applied on Q2. عارفين ان الالكتريك فيلد للرنج عموما سواء ليفت ولا رايت هتساوي الك في الكيو، احنا في اتجاه الاكس نكتب اكس قانون زد، ولكن الكلام ده لو في اتجاه الرأسي كده اكس، اكس تربيع مع ار تربيع اس 3 على 2. ال A شحنة بوزيتيف يبقى هنطلع منها خطوط إلكتريك فيلد كده، ودي شحنة نيجاتيف هيروح عليها يبقى ده هنسميه E left وده E right. فال E left زي ما احنا شايفين هتروح في البوزيتيف إكس أكسس هتساوي 9 × 10 أس 9، ده ثابت معروف مش محتاج تبرشمه. الكيو قال لي 3 نانو، والنانو 10 × 9، اسأل صاحبك. والإكس من هنا لغاية هنا 0.25، الإكس تربيع قلنا 0.25 تربيع، والآر 4 سنتي 4 × 100 وأس 3 × 2، وطبعا في اتجاه البوزيتيف اكس يعني هحط 1 مع 0 مع 0 هيساوي 9 تروح مع سالب 9 يبقى هنا 27 ¼ تقسيم 0.25 تربيع مع 0.04 تربيع أس 1.5 في 1 416 وصفر وصفر نيوتن لكل كولوم. في البارت بي نفس القانون نفس كل القيم، ولكن انا احط ماينس 6 يبقى الاي رايت هضرب في 2 على طول لان اللي اختلف بس 3 بقت 6، فهضرب في 2 يديني 8 × 3 = 2، وبرضو اتجاهه يمين مع 0 مع 0 نيوتن بير كولوم. البارت سي والبارت دي، البارت سي عندنا الاي نت اللي هو اي ليفت مع الاي رايت 832، يعني اضرب 1.5 يديني 1204.8 نيوتن بير كولوم. ياريت كنا عملنا كده مع 0 يعني عايز فيكتور مع 0 ونقفل ونيوتن على الكولوم. اخر حاجة الفورس على الاتنين على الشحنة 2 هيساوي الشحنة في الاي نت. الشحنة بوزيتيف يبقى هيمشي معاه في نفس الاتجاه، والكيو عبارة عن 2 × 10 − 9 يساوي الرقم ده في 2 × 10 − 9
فاداني 2.5 في 10 سالب 6 مع 0 مع 0، والوحدة نيوتن، هنا 0